إذن للوقوف أكثر مشاهدينا الكرام على تقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تزايد معدلات الجريمة المنظمة في العراق. معنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة دكتور أيمن العاني. مرحبا بكم دكتور أيمن. الله أخي الكريم ومع التحية لجميع المشاهدين الكرام. أهلا بكم دكتور أيمن. إذن بعد مرور 21 عاما على احتلال الولايات المتحدة للعراق، هل حقق هذا الاحتلال الوعود بشأن الأمن الذي وعد به وقد سوغ في أثنائه غزوه للبلاد، في ظل طبعا ما رصدتموه في تقريركم عن الأوضاع الأمنية في العراق عموما؟ حقيقة أخي الكريم، الاحتلال يعني حقق الأهداف التي جاء من أجلها، والتي هي في البداية كانت غير معلنة، وهو يعني تفكيك الدولة العراقية ونهب ثرواتها واستبدال الميليشيات والعصابات والجماعات المسلحة يعني بمقومات الدولة وبالأجهزة الأمنية المعنية والمختصة بإنفاذ الأمن. وهذا هو الحقيقة طبعا، وحكومات الاحتلال المتعاقبة وفرت الزخم اللازم لهذه البيئة لاستدامة الفوضى وهيمنة الميليشيات، وهذا طبعا كله أمور، هذه كلها أمور ممنهجة يراد لها أن تكون، ومع الأسف الشديد هي حصلت في العراق وتحصل، ولا تزال الأمور منفلتة، الدولة ضعيفة، يعني حكومات هزيلة، حكومات تفتقر لأبسط يعني الأولويات الوطنية. لذلك ما نراه اليوم على الساحة العراقية من ارتفاع مستمر وملحوظ حقيقة في الجرائم المنظمة بأنواعها، طبعا جميع أنواع الجرائم المنظمة، لكن هذه الاتجار بالبشر وتهريبه وتهريب البشر والاتجار بالمخدرات والتجارة غير المشروعة للأسلحة واستهلاك المخدرات، طبعا هذه أيضا من يعني بين قوسين من إنجازات الاحتلال وحكومات الاحتلال، أنه العراق الذي كان خاليا من المخدرات بشكل كامل قبل 2003 بات اليوم بلد لاستهلاك وعبور هذه المواد القاتلة السامة التي لها طبعا تداعيات كثيرة خطيرة على المجتمع، ويراد منها طبعا تغييب الأجيال ويعني إفراغ البلد من الثروة البشرية الهائلة التي يمتلكها العراق. تخيل جنابك أنه حتى هذه الأحداث التي نشهدها على الساحة العربية والأقليمية ما لم تكن يعني هنالك قضاء تام على بلد اسمه العراق، لم يعني لا يمكن أن تكون هذه الأحداث لو لم يقضى العراق بهذا الشكل، ولو لم يسلم حقيقة على طبق إلى إيران والجهات التابعة إلى إيران، ولا سيما الميليشيات الولائية. أيضا دكتور أيمن، من الأسباب الأخرى المهمة، ما تأثير انفلات السلاح وعدم حصره بيد الدولة في تفاقم الأوضاع الأمنية، تفاقم سوء الأوضاع الأمنية عموما في العراق؟ أحسنت أخي الكريم، هو هذا يعني هذا هو المعنى. نعم. يعني تتم للجواب أنه اليوم الميليشيات هي لديها اليد الطولة بالبلد، اليوم الأجهزة الأمنية الحكومية ما تسمى بالأجهزة الأمنية أو الجيش الحكومي كلها يعني تشكيلات صورية مفروغ فارغة من مضمونها. اليوم الكلمة الأولى والأخيرة للميليشيات. لذلك نحن نقول أن هذه الفوضى ممنهجة
وإضعاف الدولة أمر ممنهج ومطلوب، وطبعا بالتالي تداعياته هو انتشار جرائم القتل والخطف والابتزاز والتغييب، ولا شك الجريمة المنظمة التي يعني تقوم بها هذه الميليشيات بشكل كبير لها دور فاعل وفعال في تنفيذ هذه الجرائم المنظمة، سواء بالنسبة للتجار بالبشر أو التهريب، أو حتى بالنسبة لتهريب السلاح والتجارة في السلاح. وهذا كله طبعا حتى بات يعني من سبل تمويل هذه الميليشيات وتمويل الجهات المسؤولة عنها حقيقة. أيضا يعني اليوم تدري أنه إيران في وضع حصار اقتصادي وما إلى ذلك، لكن سلموها العراق وجعلوه متنفسا لها، متنفسا اقتصاديا طبعا وتعويضيا عما تفقده من جراء الحصار. فلذلك هو هذه الصورة الناتجة اليوم في العراق. نبقى مع هذه النقطة لو سمحتم دكتور أيمن، وهو سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية للاتجار بالمخدرات وتهريبها لتحقيق هذه المكاسب التي تفضلت بذكرها. ولكن ما أثر انتشار هذه الجريمة، جريمة الاتجار بالمخدرات، وحتى تناولها على المجتمع العراقي الذي لم يكن يعرفها كما تفضلتم في البدء، ما أثر ذلك على هذا الجيل والجيل المقبل في العراق؟ هو أخي المطلوب تغييب هذه الأجيال، فمن سبل من ضمن سبل تغييب الأجيال طبعا هو سياسة التجهيل والإفقار. هذه طبعا أيضا ماضية فيها الحكومات بشكل كبير. اليوم لدينا نسب يعني أمية كبيرة جدا، لدينا بالنسبة لنسب الفقر كبيرة جدا في بلد مثل العراق، في بلد يمتلك ثروات ومقدرات وأمور كثيرة، لكن بالمقابل لأنه هذا ما يراد له بات اليوم البلد. يعني حتى بالنسبة على صعيد المخدرات، اليوم لدينا أكثر من 50% من الشباب في العراق، وهذا طبعا ليس كلامي، هذا كلام مصادر حكومية، 50% من شبان العراق اليوم هم يتناولون المخدرات، وأكثر من 70% تصل النسبة في المناطق الفقيرة. فهذا النتيجة، هنالك يعني مثلث، هذا أنه الجهل والفقر والمخدرات، هذه طبعا من شأنها القضاء على المجتمع، الإجهاز على ما تبقى منه، التفكك الأسري بأنواعه، الجرائم المرعبة الصادمة التي لم نكن نسمع عنها في السابق حقيقة اليوم تحدث في العراق وتحدث بوتيرة متفاقمة. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني لم تتم معالجته بالشكل المطلوب وبالشكل الجاد حتى تعطي هذه المعالجة وكلها، لأنه نعم يوجد إعلان هنا وهناك من هذه الحكومة أو تلك أنه في بصدد مكافحة المخدرات وبصدد الوقوف ووضع حد لهذه الظاهرة، لكن عدم كل هذه المحاولات هي لم تأتي على سبب الرئيس، ولم تستطع حقيقة أن تشخص الموضوع بشكل كما هو واقع، لذلك هي تظل في حلقة مفرغة ومجردة من يعني مجرد هي للاستهلاك الإعلامي إذا صح التعبير. أما على واقع الأرض فلدينا يعني مشاكل، وهذه المشاكل كبيرة جدا ومتفاقمة، والإهمال الحكومي هو السبب الرئيس طبعا. ومن ينفذ هذه الجرائم هي الجهات التابعة للحكومة، ويعني معلوم أنه حتى مثلا
عصابات الاتجار بالبشر اليوم في العراق مسؤول عنها أغلب القيادات الحزبية المتحكمة في البلد منذ 20 عاما. يعني أكثر من 20 عاما. هذا ليس يعني هذا الأمر واضح ولا أذيع سرا أنا هنا. فما هو النتيجة؟ النتيجة أنه الحالة الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية وغياب التعليم وغياب فرص العمل وانعدامها، هذه كلها طبعا تفاقم الموضوع وتشجع الجيل على تناول المخدرات بشكل أكثر وأكثر. وطبعا وكذلك توفير هذه المواد السامة والقاتلة بأزهد الأسعار من قبل الجهات الموردة، وهذا طبعا يعني تحت ألف خط. يعني لماذا هذا إذن هذا الأمر يراد له أن يكون، يراد تنفيذه، يراد لهذا الجيل أن يغيب ويغيب تماما، ومن باب هذا التغييب طبعا هي المخدرات إضافة إلى الأساليب الأخرى الخبيثة. إذن من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.